السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. مدخل اسكندرية، أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: التقرير الطبي يفجر مفاجأة مدوية بشأن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفني. مبدئيا أحب أن أتوجه بالعزاء لأسرة الفقيد، ويا رب يا رب يا رب ربنا يرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته، آمين يا رب. إنما هذه الحادثة أسفرت عن ظلم الطاقم الطبي القائم على معالجة مصطفى حفني. أدي نقطة، عايزين نرفع الظلم عن الطاقم الطبي ده ونرفع عنهم المسؤولية، أدي نقطة. تاني نقطة، فزاعة الحسد، فزاعة الحسد، الحسد قتله، الحسد موته. طبعا الحسد مذكور في القرآن، ويجب علينا إن احنا يبقى فيه كتمان. استعينوا على قضاء حوائجكم بالصبر والكتمان، حلو قوي. لكن الدين الإسلامي دين الأسباب، الدين الإسلامي دين الأسباب. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لازم ناخد بالأسباب جيدا، وطالما الشخص ورقته وقعت خلاص هو ربنا قدر انه يتوفى الساعة دي، يبقى هيتوفى. مفيش حاجة اسمها حسد هيعطل قدر ربنا، لا، هو الوفاة سببها الحقيقي القدر، هو ربنا عايز كده، تمام؟ طيب نيجي بقى نتكلم عن التقرير الطبي اللي أثبت السبب الحقيقي لوفاة مصطفى حفني. مجرد أسباب، لكن في النهاية إرادة الخالق سبحانه وتعالى، ولابد أن يعمل الناس جميعا، لابد أن يأخذوا بالأسباب عشان تكون أمة قوية. فالإسلام قوي وهو دين الأسباب. التقرير الطبي الصادر من المستشفى الجوي التخصصي: الشاب الراحل والذي تبين أن اسمه الحقيقي مصطفى حفني محمد سلامة والشهير بمصطفى حفناوي، دخل قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الجوي التخصصي في 5 أغسطس الجاري 2020 و اتضح من التقرير الطبي أن المريض حضر إلى المستشفى وكان يعاني من آلام حادة في البطن مع قيء، وتم حجزه بالمستشفى، وكانت العلامات الحيوية مستقرة، الضغط كان 120 على 80، وعدد ضربات القلب في الدقيقة 60، وتم عمل الإشاعات والتحاليل وإيكو على القلب ودوبلكس على الساق، وطلعت كلها طبيعية، تمام؟ وأضاف التقرير أن بعد حجز المريض حدث ضعف بالجانب الأيمن من الجسم، وبناء عليه تم عمل أشعة رنين مغناطيسي MRI على المخ، وتبين منها حدوث جلطة في الجانب الأيسر. ما هو المخ، الجانب الأيمن بتاع المخ يؤثر على الجانب الأيسر من الجسم، والجانب الأيسر من المخ يؤثر على الجانب الأيمن من الجسم، وده كده شيء منطقي، تمام؟ يبقى تم عمل رنين مغناطيسي على المخ، تبين حدوث جلطة في الجانب الأيسر للمخ ووجود انسداد بالشريان السباتي الأيسر، وتبين من تقارير حفني أن له تاريخ مرضي يتعاطى مادة الترامادول، وكونه رياضي يتعاطى الكورتيزون والأمينو أسيد والتستوستيرون والهرمونات البناءة، وأيضا يتعاطى مادة السلدينافيل. طبعا المريض
أصر أن يخرج من المستشفى، أصر أن يخرج من المستشفى، والمستشفى نصحته، جميع الأطباء نصحوه لازم تفضل في المستشفى علشان نسعفك. قال لهم لا، أنا هطلع بناء على مسؤوليتي ووقع لإحساسي بالتعافي. يبقى إذن الطاقم الطبي لم يقصر، هو مضى ووقع أنه لازم يخرج دلوقتي حالا. فالناس دي بريئة من ان هي اهملت في حقه، وفي النهايه رحمه الله، وفي النهايه هذا قدر الله ونحن له مذعنين. اللهم لك الحمد على جميع قدرك، اللي هو من وجهه نظرنا ممكن يكون سيء لكن هو خير لنا. الله يرحمه ويرحم جميع الموتى. دمتم الرب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.